نشرة أخبار الثامنة من العراقية الرياضية وتتابعون فيها. بعد زيارته لإحدى منتديات الشباب، درجال يشدد على ضرورة الاهتمام بهذه المشاريع من قبل الدولة. محمد فرحان يؤكد أن مسودة النظام الأساسي لاتحاد الكرة سيتم إرسالها إلى الهيئة العامة مطلع الأسبوع المقبل. أيمن حسين يجدد للقوة الجوية، ووليد سالم يقترب من تمثيل الزاخو في الموسم الجديد. مساء الخير، تفاصيل هذه النشرة. وبعد زيارته لإحدى المنتديات، أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أنه سيعمل على إكمال منتديات الشباب بالتعاون مع المحافظين، ويجب إعادة النظر بهذه المشاريع من قبل الدولة. احنا في عندنا 126 مشروع استراتيجي كانت الدولة تمولها تصرف عليها. من جهة لقيت أنه أكو 104 مشروع استراتيجي متوقفة بنسب إنجاز مختلفة، من ضمنها مجموعة من عندهم مراكز شباب في بغداد رصافة، في بغداد الكرخ، وفي جميع المحافظات. الآن أنا دا أتواصل ويا السادة المحافظين من جهتي اليوم حول هذا الموضوع وكيفية معالجة هذا الوضع الحقيقة يعني المؤلم اللي دا نشوفه اليوم. يعني اليوم احنا في أحد منتديات الشباب، النموذج باء وليس نموذج ألف. هذا المنتدى نسبة الإنجاز تصل أكثر من 75%، ولكن متروك مهمول من سنة 2014 لحد الآن. أنت تصور الفائدة الكبيرة اللي لو كمل هذا المشروع وهذا المنتدى. يعني بما أن أنت اليوم أنت في منطقة تضم 130 ألف عراقي ساكن هنا، نسبة الشباب من دول 130 لا تقل عن 65 ألف شاب عراقي. يمكن هذا كان هو يكون المتنفس الوحيد لهم. هذا المنتدى يضم كل شيء، هذا المكان اللي احنا به هو مسرح. به مسبح، به قاعات الالعاب الرياضيه، به ساحات رياضيه، كل شيء فيه موجود. ولكن للاسف هاي كل هاي المشاريع انهملت وانتركت، وكانما انه احنا حتى يعني ما صرفنا هاي المبالغ الكبيره من اجل اتمامها حتى تخدم الشريحه الاكبر اللي هم الشباب. هذا واحد. اثنين، هناك مجموعه ايضا من المنتديات الحقيقه اللي تحولت من منتدى يتحول الى مركز تجاري متكامل، مراكز تجاريه، كليات، فنادق. وبالتالي انا ما اعرف هل هو توجه الدوله انه احنا اليوم نعمل استثمارات على حساب انه نرمي اولادنا وشبابنا في الشوارع. وبالتالي يجب اعاده النظر في كل هذا الامر. هذا ووجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال رسالة إلى الدولة بضرورة الاهتمام بالشاب العراقي لأنه في خطر كبير. أنا ما أعرف توجه الدولة وين إحنا وين رايحين. بالتالي أنا أعرف أنه هذه الأمور على الأقل في هذه الفترة راح أحاول بكل ما أملك من قوة ومن إمكانية أنه إتمامها بالتعاون مع السادة المحافظين. وأنا أعتقد الآن من الضروري بل من الواجب الآن أصبح على الدولة أن تهتم ببناء الإنسان، لأن الإنسان هو أثمن شيء بالحياة ما بعد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يجب أن لا يكون بناء الحجر على حساب بناء الإنسان. هذه رسالة إلى الجميع، يجب أن ينتجه، يجب أن يعلم الجميع أن شباب العراق في خطر، يجب الاهتمام بهم ورعايتهم. وتعتزم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية خلال شهر آب المقبل. وذكر بيان عن الأولمبية أن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس علاوي لبحث آليات تنفيذ رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة. وبيّن حمودي بحسب البيان أن المؤتمر الاستثنائي سيبحث تعديلات بسيطة ومحدودة في النظام الأساسي وبما لا يتقاطع مع قانون اللجنة الأولمبية بالرقم 29 لعام 2019.
أكد السيد محمد فرحان أمين سر الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أن الترجمة القانونية لمسودة النظام الأساسي من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف فرحان أنه سيتم إرسال النسخة العربية بشكل رسمي إلى الهيئة العامة مطلع الأسبوع المقبل لغرض الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة لتسليمها إليهم، وليتم إرسالها مع مسودة النظام الأساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وختم: وبإمكان الهيئة العامة الاطلاع والرد على كل الملاحظات والمقترحات خلال مدة 5 أيام من تاريخ تسلم النسخة العربية. ويواصل المنتخب الوطني تدريباته عن بعد عبر شبكة الانترنت استعدادا للتصفيات المزدوجة وبانتظار موافقة خلية الأزمة لإقامة معسكر تدريبي داخلي مغلق في بغداد أو أربيل. ما زال الأمر مبهما ولم تتضح المعالم الرئيسية لحال المنتخب الوطني الذي يستمر بالتدريبات الافتراضية عبر شبكة الانترنت منذ شهر تقريبا، وبات الحديث الآن متى سيكون التجمع الأول لأسود الرافدين لكرة القدم قحطان شثير استدعاء 5 لاعبين محترفين لصفوف فريقه للمشاركة بالاستحقاقات المقبلة، حيث أبلغ شثير إدارة الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بأنه يرغب باستدعاء كل من علي الحمادي لاعب سوانزي سيتي، ومحمد حسن لاعب كوبنهاجن، وعلي الموسوي لاعب كوبنهاجن أيضا، وأمير الدراجي لاعب نادي شيكاغو فاير الأمريكي، وأيضا آيسن إسحاق من أستراليا. تجدر الإشارة إلى أن منتخب الشباب ينتظره استحقاق كأس آسيا في 14 من شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة 16 منتخبا. هذا والتقى نائب رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية والتطوير شامل كامل بالجهاز الفني والإداري واللاعبين لمنتخب الشباب. وتحدث شامل كامل مع اللاعبين عبر الدائرة الإلكترونية زوم، وحثهم على تقديم الأفضل في الفترة المقبلة خصوصا بالاستحقاق القاري الكبير في نهائيات آسيا للشباب التي ستقام في أوزبكستان في 14 من شهر تشرين الأول المقبل وبمشاركة 16 منتخبا، مؤكدا حرص الهيئة التطبيعية على تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخب الشبابي قبل التوجه إلى البطولة. جدد نادي القوة الجوية التعاقد مع نجمه اللاعب أيمن حسين، وذكرت إدارة النادي في بيان رسمي أنه تم تجديد التعاقد مع المهاجم أيمن حسين لموسم واحد ليمثل كرة الصقور في الموسم المقبل. يذكر أن حسين وقع للصقور في الموسم الماضي قادما من نادي الصفاقسي التونسي. اقترب نادي الزاخو من حسم صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم فريقه تحضيرا الموسم المقبل. وقال مراسل العراقية الرياضية إن النادي اقترب من التعاقد مع مدافع الشرطة الدولي السابق وليد سالم، وكذلك لاعب النجف السابق علي رشيد. وأضاف أن الإدارة تجري اتصالاتها بشكل مكثف مع عدد من اللاعبين الجدد، وهنالك من أبدى رغبته في تمثيل الفريق، ويبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية لإنهاء الصفقات والإعلان عنها بشكل رسمي. ونبقى مع أخبار الأندية، حيث أعلنت إدارة الميناء عن تجديد تعاقدها مع لاعبين اثنين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. وقالت الهيئة الإدارية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها جددت تعاقدها مع اللاعبين حسام مالك بالإضافة إلى حسين فلاح من أجل تمثيل الفريق في الموسم الجديد. وكانت إدارة الميناء قد أعلنت تعاقدها في وقت سابق مع اللاعب أحمد داود والحارس سيف كريم.
كشف أمين سر نادي الميناء الرياضي طاهر بلص حقيقة استقالته من منصبه. وقال بلص إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباء تفيد بأنه قدم استقالته من منصبه، مبينا أن هذا الأمر غير صحيح، وأوضح أنه قدم طلب لإدارة نادي الميناء من أجل إعفائه من لجنة التعاقدات والتفرغ والتركيز على عمله كأمين سر للنادي، وهذا كل ما في الأمر. رياضة الكبادي تأخذ مساحة جيدة في العراق خصوصا في الديوانية والبصرة لتحقق بصمات ناجحة، خصوصا وأن اللعبة لها تاريخ عريق في بعض دول العالم. لنتابع التفاصيل مع زيد غالب. كثيرة هي الألعاب التي دخلت بعد عام 2003 للعراق، لتأخذ كل واحدة منها محطة تنظم نفسها لتنطلق للساحة الرياضية. الكبادي واحدة من تلك الرياضات التي أخذت تتوسع بمساحتها منذ عام 2014 خصوصاً في الديوانية والبصرة، لتصبح لها قاعدة استراتيجية مهمة لفئتي الرجال والنساء وذات جذور قوية داخلياً وخارجياً من حيث الإنجازات العراقية. الرياضة هذه تتواجد في العديد من بلدان العالم خصوصا جنوب آسيا وشرقها، وتعتبر لعبة وطنية في الهند وبنغلاديش اللتين تبديان اهتماما واسعا بها. الكبادي لعبة جماعية تتكون من فريقين، بكل فريق 7 لاعبين يتواجدون في الميدان. المباراة من شوطين، مدة كل واحدة منها 20 دقيقة وبينها استراحة لـ5 دقائق. هذه الرياضة مشابهة للعبة المصارعة، يتبارى فيها فريقان يتناوبان على الدفاع والهجوم لتسجيل أكبر عدد من النقاط باللمس، وذلك بدخول أحد لاعبي الفريق المهاجم في ساحة الفريق المدافع محاولاً لمس عناصره، فيما يقوم الفريق المدافع بمنعه أو مسكه وعدم تمكنه من العودة إلى ساحة فريقه. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. وأيضاً